بلعبة البنتبول أو كرة الطلة التي تستهوي الكثير من الشباب الجزائري لما لها من مميزات رياضية وثقافية وترفيهية، خاصة لعبة تتسم بروح المنافسة والإثارة. نتابع التفاصيل مع نسيم الوافي وكمال جفال. الاجتياح واحتلال مناطق الخصم ومن ثم أخذ العلم هي أهم التقنيات التي تقوم عليها رياضة كرة الطلة أو كما تعرف بلعبة البينت بول، لعبة يخيل لك فيها أنك في ساحة معركة، غير أن الواقع عكس ذلك، إذ تمزج بين الإثارة وفن التصويب وكذا القنص، تمارس في الأماكن المفتوحة كالغابات، فبالرغم من شهرتها الواسعة في العالم غير أنها حديثة العهد بالجزائر. كاين فريقين كي سافرونت، لوبجيكتيف الهدف هو ريكوبيري ان درابو من عند لاباز ادفيرس، تجيبها لاباز تاعك بلا ما يقيسوك واحد لي بيت بانتور. توجيهات عديدة وإرشادات أمنية مكثفة تقدم إلى الجنود قبل الدخول إلى ساحة القتال، حيث يتنافس الشباب في لعبة البينت بول على إطلاق كرات الطلاء بواسطة سلاح رياضي يعمل بواسطة الضغط الهوائي. هنايا يلبسوا دابور لو ماتيريال دو بروتيكسيون تاعهم، ومن بعد اون لور في ان بتي بريفينغ على السلاح، زيدو نفهموهم لي ريغل دو سيكوريتي على الانتيريور دو تيران. عندنا باغ اكزومبل لو لانسور Il ne faut jamais enlever le capuchon de sécurité barré à la zone de jeu, ne jamais enlever le cran de sûreté. ومع نقص المرافق العمومية الترفيهية في الجزائر، تستقطب لعبة كرة الطلاء أو حرب الألوان هاته العديد من الشباب. حاجة مليحة، دور نفسها مليحة، أنا بينت بول، واحد يجي هنا يجوز عشية هنا، بعد ستريست على الزكزام، والآخر يجي يخرجوا هنا. أي لاختي، ديفولي أنتيك. لعبة تعد متنفسا رياضيا وترفيهيا بامتياز، تتسم بالإثارة والحماس في انتظار تعميمها على باقي ولايات الوطن.